اخترتي تخصص طب الأسنان؟ من أنا وصغيرة بحلم أكون دكتورة وكمان أسنان بالذات، لأنه كان عندي مشاكل بسناني، فما بدي حد يكون يعني مشاكل بسنانه، وأمي وأبوي حفزوني يعني كمان على التخصص. كان حلم وفي جامعة الشارقة أصبح واقع. الحمد لله، جامعة الشارقة يعني ما شاء الله جامعة رائعة، والدكاترة كلهم والطلاب ممتازين. صراحة جامعة سمعتها وايد حلوة، أنا انجذبت الجامعة من ناحية السمع، دكاترتها ما شاء الله عليهم ناس معروفين ودرسهم وايد حلو، والمحيط الجامعة بشكل عام يعني وايد مريح. طبعا أجواء جامعة الشارجة وايد رائعة بالنسبة لسمعتها في دولة الإمارات وسمعتها في العالم بشكل عام، وايد يعني لها سمعة قوية، فأنا حبيت ألتحق في هالجامعة لأن شهادتها قوية ويعترف فيها بالنسبة للعالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في برنامج المدينة الجامعية. هذا البرنامج الذي يهتم بأنشطة وفعاليات المدينة الجامعية في الشارقة، وأيضا يهتم بالطالب. وهذه المرة وجهتنا كلية الطب في جامعة الشارقة، ومعي مجموعة متميزة من الطلبة، وإن شاء الله قريبا نشاهدهم في سوق العمل دكاترة إن شاء الله ويخدمون المجتمع. نتعرف عليهم ونتعرف مع أول طالب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا فيك أخ محمد، أهلا فيكم بكليتنا. اسمك تعرف عليك؟ مهند أشتر من كلية الأسنان سنة خامسة. مهند متواجد في كلية الطب في جامعة الشارقة. في البداية ليش اخترت تخصص الطب؟ والله يعني أنا من زمان، من وقت ما كنت صغير كنت ما بعرف، الشيء الوحيد اللي كنت بفكر فيه إنه بمجال إنه يكون دكتور يعني. حلو. سواء طب او طب اسنان او كذا، وانا عندي الوالد والوالده كمان دكاتره اطباء. يعني انت تبغى تطلع على الوالد ولا على الوالده؟ والله سوي مشاكل الحين. لا هم الاثنين اطباء يعني طب بشري ما شاء الله. بعدين ما بعرف يعني خير قدوه لك يعني. مهند، الاجواء العامه في الجامعه شو رايك فيها؟ والله يعني نكون صريح معك، يعني الاجواء بشكل عام مبسوطين يعني. احنا من وقت ما دخلنا على الجامعة لهلا يعني انت ممكن تسمع مثلا الناس يقول لك اني واحد عم بيدرس طب او طب اسنان يعني ما عنده شيء يعمله غير الدراسة. نحن الصراحة لا، هون يعني في انشطة، في فعاليات، في الجو بشكل عام يعني جو عائلي. يعطيك العافية مهند. الله يعافيك. ننتقل لزميلتك مشاركة اخرى. يعطيك العافية. الله يعافيك. تعرف عليك؟ معك طالبة دانا الزهر. أنا طالبة سنة خامسة، خريجة السنة إن شاء الله، من لبنان. طيب دانا، سؤالنا الاعتيادي، ليش اخترتي كلية الطب؟ الصراحة أنا أول ما جيت سجل بالجامعة كان اختياري طب بشري، بس صراحة لسبب شخصي يعني اخترت طب الأسنان، وكنت بالأول خايفة من الموضوع لأنه ما كان مجال أبداً أني فكرت فيه بيوم من الأيام، بس فعلا مع مرور السنين يعني ما ندمت على هالاختيار. يعني حسيت انه فعلا كمجال، خاصة بعدين بعد التخرج كعمل لي انا بنت، وبالنسبة لي كعملي كدكتورة اسنان حيكون كتير اسهل. انت مرتاحة في المكان؟ اي اكيد. اكثر شيء جذبك شنو بالجامعة؟ الجو مع بين الطلاب يعني بين بعض، فعلا نتعامل مع بعض كجو كتير اخوي، وهذا الشيء فعلا بحسسني انه ماني بغربه لان انا هون لوحدي. زين، بعض الاحيان يوم الصغاريه خاصه نقولهم نخوفهم نقولهم بنوديكم عند الدكاتره، ليش هالصوره متكونه؟ فعلا لانه هيدا غلط يمكن الاهل نقلوه لاطفالهم، يمكن حتى انا لما كنت صغيره كان لما بدهم يخوفوني يقولوا لي اذا بتعذبينا حناخذك عند دكتور الاسنان. الكلمه اللي احنا حابه توجهينها تردين على اولياء الامور؟ فبالعكس المفروض الاهل انه يعودوا اطفالهم من الصغر، من عمر 3 سنين او 4 سنين حتى، انه ياخذوه على دكتور الاسنان حتى يتعود ويكون هيدا الشيء عنده
طبيعي ويتعامل مع دكتور الأسنان كشخص هو بيروح له كل سنة مرة حتى يشيك له على أسنانه. جميل. ونحن إن شاء الله بناخذ تجربة عندكم ونشيك على أسنانه إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك. إن شاء الله. انتقل زميلك تعرف عليك. منيب الرفاعي، أنا طالب سنة خامسة في كلية الأسنان بجامعة الشارقة، إن شاء الله السنة خريجين إذا الله راد، وأنا من سوريا. يحيى الله أهل سوريا. أهلا والله. منيب، فكرة أنك تدرس الطب من وين استوحيت الفكرة؟ هو أنا أولاً ما يعني من أنا وصغير ما كنت أفكر نهائياً إني أدخل طب، يعني كانت حاط في راسي إنه أدخل هندسة كمبيوتر، يعني كتير مراء في التكنولوجيا والكمبيوترات والأخراض هاي. بس أنا عندي خالي هو الوحيد في العائلة اللي من ناحية العائلتين، يعني أمي وأبوي، هو داخل طب أسنان. فأنا لما كنا ننزل على سوريا في الصيف كنت أقعد معه في العيادة، يعني أقضي وقت معه، ف يعني مرة على مرة تعود دخلت الفخرة في راسي. في يوم رجعنا تخرجنا من المدرسة وخلصنا، كان مفتوح، يعني كلية شارع فتحوا المجال. دخلت الفكرة في راسك ولا خالق اللي دخل الفكرة في راسك؟ يعني أنا لما يعني لما من وجودي بتواجدي معه في العيادة دخلت الفكرة في راسي، فحبيت يعني حبيت شغل الأسنان، حبيت التعامل مع الناس، الطريقة كيف يعني تشتغل مع الناس وتشوف العالم وتساعدهم. زين، هل بالفعل جامعة الشارقة بتتخرج منها تكون مستعد إنك تشتغل سوق العمل؟ ايه اكيد ان شاء الله، يعني متخرج ان شاء الله الحمد لله الدكاتره كلهم يساعدونا، ويعني ما بياخذ يعني بيساعدونا بكل قلب رحب، يعني ما بيأصروا علينا نهائيا، نطلب مساعدتهم، موجودين دائما انت ما طلبناهم، بيعطونا كل المعلومات اللي عندهم عشان نكون نطلع لسوق العمل جاهزين 100%. شو رايكم نقف قليلا عند حوارات واحاديث المسؤولين عن كليه الطب في جامعه الشارقه وراجعين لتكمله الحوار. أهلا وسهلا فيكم في كلية طب الأسنان في جامعة الشارقة. كلية طب الأسنان من الكليات المتميزة اللي بتقدم خدمات كتير لمجتمع الإمارات. تأسست كلية طب الأسنان سنة 2004 وإلى الآن ما زالت تعطي الكثير للمجتمع والطلبة، بتوفر لهم أحدث المعدات والأساليب العلاج والتقنيات الحديثة في مجالات طب الأسنان. في إقبال شديد على الكلية، والطلبة يعني يتقدمون بأعداد كبيرة، والطالب بيكون جاهز عندما يتخرج للالتحاق بسوق العمل. ونحن دائما بنديهم كل الفرص انهم حتى مش بيشتغلوا، حتى لو كان في حالات ما يقدروش هم انهم يقوموا بالعلاج بنديهم الفرص يشوفوا الدكاتره وهم بيعملوا الحالات دي بحيث انهم يستفيدوا في المستقبل. دكتور فراس، لو نتحدث عن دوركم في هذه العيادات. صحيح، دورنا يعني بالاضافه الى تدريس الطلاب واعطائهم المحاضرات والماده النظريه، الإشراف على عمل الطلاب في العيادات لمتابعة عملهم بشكل حثيث ومباشر للتأكد من أنهم بيقوموا بالعلاج الصحيح وتقديم الخدمة بشكل مناسب للمرضى. يعطيكم العافية شباب وبنات. ودكتور أحمد، كيف الحال؟ يعطيك العافية. طلبتك طبعا ضيوف يانا في حلقة من حلقات برنامج المدينة الجامعية. أول شيء، شو ممكن تقول عن كلية الطب وبالتحديد عيادة الأسنان في جامعة الشارقة؟ أهلا وسهلا. هقول عن كلية الطب انها اولا رائعة الجمال شكلا يعني، وده من الحاجات الجذابة لكل حد يدخل المجمع بتاعنا. كشغل بقى او كاكاديميكس، احنا الحمد لله عندنا البوتنشل العالي جدا ان احنا يعني نوصل ان شاء الله لمستوى عالي جدا، لانه الحمد لله الاداره اللي ماسكانا كويسه، وفي نفس الوقت جايبين مناهج يعني استراليه جيده جدا. سوفر احنا لسه في مرحله البناء، وعدينا خرجنا اول دفعه ودي كانت تعتبر تجربه رائعه، دي الدفعه الثانيه. احنا بنتكلم حديثنا عن الدفعه الثانيه ومجموعه مميزه ايضا من الطلبه، منيب ومهند وامنه وامنه وايضا دانا، ولكن ميساء مو بيانا، ميساء ايضا ضمن الحلقه. شو ممكن تقول عن هؤلاء الطلبه المجتهدين؟ والله ما شاء الله، هم الحقيقه اللي بيميز كتير من الطلاب بتوع طب الاسنان بالذات بيبان في الشغل العملي ان هم جد في الشغل، يعني غير بعض الكليات التانيه بيعتمد على ان هو بيذاكر ولا مش بيذاكر، لكن عندنا الطالب لما بيدخل العملي بيبان اذا كان عنده جديه ولا لا. المذاكره بتبقى جزء يعني بتعكس لي جزء من شخصيته ان هو
عنده نية جادة ولا لا. الحقيقة بدون يعني حياد الدفعة دي، أصل دول أول دفعة أنا درستهم أول ما دخلت الكلية، فدول ولادي من أول، فعندي حياد ليهم دايما يعني. فما شاء الله كلهم ما شاء الله يعني يعني عندهم نشاط ذهني وممتازين يعني. أمنة تعرفين وتعرفين المشاهد أكثر، من هي أمنة؟ أمنة محمد آل علي، طالبة طب أسنان الدفعة الثانية، إن شاء الله خريجين هالسنة. الله يوفقكم إن شاء الله. آمين يا رب. نشوفكم في سوق عمل تخدمون المجتمع، ومهنة الطب مهنة جدا عظيمة، وأيضا يعني ممكن يعني قليل ما نشاهد أولاد البلد يتجهون لهذه المهنة. والله أنا أحس أن النظرة تغيرت، يعني قبل كنا يمكن يوم نشوف مواطن طبيب يمكن كان يكون شيء يعني شيء مش شيء يعني إحنا مش متوقعينه، لكن الحين حتى يوم تصير المستشفيات، إحنا نتدرب في مستشفى القاسمي والمستشفيات الثانية، يوم تصير المستشفيات وتصير العيادات تشوف إن فيها مواطنين يعني بدوا يثبتون وجودهم في المجال الطبي في الدولة، فهذا الشيء طبعا وايد اوكي، ونحن نفخر بهالناس، مو مش بس اللي يدرسون هني طب، في ناس يدرسون بجامعات خارجيه ويكملون ماجستير ودكتوراه ويثبتون وجودهم في دولتهم. وايضا بالنسبه لي في ممكن مش مثل ما نقول، انا يمكن الطب شوي تعب شوي، يعني الدراسه يبالها تحفيز، يبالها تشجيع من أولياء الأمور أو من أولياء الأمور ومن الأصدقاء، لأن دائما مجال الطب يحتاج مثل يعني كل واحد يود الثاني وكل واحد يشد على إيد الثاني، عامل تشجيع. فمن تدش المجال تشوف هالأيدي وغير الدكاترة وتشجيعهم وتحفيزهم، لأن الدكاترة ما شاء الله عليهم اللي عندنا هني من ما كنا سنة أولى إحنا وهم يشجعون فينا، يعني أنتوا تقدرون وتسوون، والحمد لله يعني من يوم يعني يوم كنا سنة أولى ما كنا نتوقع إن إحنا بنوصل سنة خامسة، والحمد لله وصلنا. عقب هالكلام كله شو طموحك؟ والله طموحي أنا يعني طموحي إني أول شيء أخلص دراستي، أكمل ماجستير إن شاء الله طب أطفال، لأني أنا وايد أحب الأطفال، ولأن غير إن طب أطفال دائما يعني دكاترة في المستشفيات الثانية يقولون يعني إحنا عندنا نقص يعني كمواطنين في طب أسنان الأطفال. طيب. فوايد بيكون حلو إذا أنت اشتغلتي في الأطفال، وغير شيء إن شاء الله يعني حابة إني أخذ كورسات في الأشياء الوقائية والاجتماعية عشان نسوي مشاريع إن شاء الله في الدولة. طيب أنت قلتي تحبين أطفال، يعني من الحين نسوي دعاية حق عمرك؟ والله هو يعني شيء وشيء يعني أسوي دعاية، وبعدين لأن الأطفال مثل يعني هم الناس اللي أحس إن محتاجين. أكيد أكيد بالعكس، الله يوفقك إن شاء الله ونتمنى لك كل التوفيق. انتقل لزميلتك من تونس. من تونس ما شاء الله، أعرف عليك. اسمي ميساء الزبيدي وأنا طالبة طب أسنان سنة خامسة، إن شاء الله آخر سنة. طيب ميساء، الدراسة في مجال الطب هل صعبة بالفعل؟ هي فعلا صعبة، دخول إلى الطب أو طب الأسنان تنافسي فعلا، لأنه بيحتاج نسبة عالية تجيب معدل عالي، وتكمالته كمان لما بتبدأ بالمجال يعني الضغط من المحاضرات كتير، والدوام ضغط نفسه كمان، وخصوصا لما الواحد بتقدم للسنوات الرابعة خامسة، هي آخر سنتين بيكون بدك تدمج العملي مع الثيوري، يعني فبياخد كتير يعني بيحتاج كتير طاقة وبيحتاج كتير يعني مجهود إنه تبذله. طيب كم كانت نسبتك؟ أنا 92. ما شاء الله، عشان شي جلسية الطب. هدفك من تواجد في كلية الطب؟ والله هو هدفي الرئيسي هلأ إنه يعني أخدم قد ما بقدر المجتمع، يعني بدي يعني أثبت وجودي بالمجتمع، وهو شعور كتير حلو إنه بيجيك مريض تعبان وبيكون موجوع، فأنت بتخفف عنه هذا الألم، وبعد فترة يعني بتلاقي إنه تمه صار منيح ونظيف، ويعني شعور حلو، شيء حلو في الداخل. نحن بدورنا نتمنى لك كل التوفيق، ومثل ما تقولون برشة برشة توفيق إن شاء الله. يعيشك. أعزائي المشاهدين، الحوارات جميلة أكيد، وأيضا أنتوا حاجة تعرفون كيف المجال العملي في العيادات. ناخذ كم حوار وراجع لكم إن شاء الله.
جامعة الشارقة صراحة ممتع وجميل، وفي كثير من العمليات اللي ممكن نجريها، سواء حشوات سواء عمليات، ونفس ما تشوفون كنا قبل شوي في عمليات خلع يعني. فالمرضى ما شاء الله متوفرين، والجامعة موفرة كثير من الأشياء، تقنيات جديدة مثلا جهاز الليزر اللي هي قبل فترة اللي نعالج فيه المريض بدون أن يحس أي ألم يعني، بدون تخدير أو أي شيء. أمنا عارفين عليك أكثر. اسمي أمنا حسين الحمادي، طبعا من الإمارات، من الشارجة، من إمارة الشارجة، خريجة إن شاء الله هالكورس. أمنا، سؤالنا الاعتيادي، ليش اخترتي تخصص الطب؟ والله صراحة أنا أصلا ما كنت أبي أصير طبيبة، هذا الشيء اللي يعني ما حد يعرفه الحين. كل واحدة فيكم وكل واحد فيكم عنده سالفة، ما كان يبغى يكون طبيب. لا طبعا نسمع. أنا كنت أبي أدخل يعني مهنة التدريس، بس بعدين شيء تغير طموحي، ما أدري يعني فجأة يوم خلصت الثانوية العامة، يعني ما حطيت ببالي إني أكون دكتورة، بس يوم شفت أختي تقول لي طب وشي، قالت لي إيش رأيك تروحين جامعة الشارجة فاتشين طب أسنان تخصص جديد، وأنا ما شاء الله علي يعني شاطرة، يعني مو وايد شاطرة بس الحمد لله. تمدح نفسها. كم نسبة سيامنا؟ 92 91.3 معادلة ميسة. أي تقريبا 91.3. والوالد طبعا ما شاء الله، لأن أخواني دكاترة، عندي 2 دكاترة ما شاء الله في البيت، والوالد يعني قال لا تأخذين طب بشري، خذي طب أسنان لأنها شيء جديد يعني على العائلة، ما حد يعني في طب أسنان وكذي، فخذي تخصص طب أسنان. وافقت الحمد لله. التدريس والطب أتوقع يعني مجالين أنت تخدمين من المجتمع من خلاله. أي صح. إنزين، لو نتحدث أيضا عن جامعة الشارجة، أول ما دخلت الجامعة شفتي الكلية، شو كانت نظرتك؟ أول شيء صراحة أول ما دخلنا يعني شيء نحس إن إحنا أول شيء حسينا يعني بشيء غريب، أول مرة تدري يوم أنت تدخل مجال ما تعرف شيء فيه. شو إحساسك؟ والله هو الصراحة كان فيني فضول في وايد أشياء، يعني ليش أنا ما أعرف هالأشياء، يعني كنت دوم أسأل إخواني ما شاء الله لأنهم يعني دكاترة طبعًا لازم أخذ رأيهم دوم، كنت أقول لهم أنا أدرس بس ما أعرف كيف أدرس، لأن يعني في أشياء يعني أقرأ محاضرات وشي بس أنا أقول له ما أفهم شيء، ما أفهم الكلمات، كانوا يقولوا لي بالعكس يعني الكلمات مو شرط تفهمينها من أول مرة، الموضوع ما تفهمينه من أول مرة. مع الوقت يعني مع أول سنة أصعب سنة دوم يعني في أي مجال، يعني في أي تخصص أول سنة أصعب سنة تكون. وما حسيت بالوقت؟ حاليا السنة الخامسة. هي والله صراحة. أعزائي المشاهدين، جانب خفي في حياة الطلبة اللي ويانا، طبعا هم يدرسون الطب ولكن الجوانب الخفية، هواياتهم، أشياء اللي يحبونها، بنتعرف وياكم على هذه الأشياء. يعطيك العافية دانا. الله يعافيك رب. جانب خفي في حياتك أو مواهبك، هواياتك، حابة توضحينها لنا. هل عندي كتير أكثر من هواية؟ تزلج، كنت كتير بحب أتزلج على التلج،
ركوب الخيل، الطبخ. حلو، طبخ. شو تطبخين؟ أكلات لبنانية. حلو. أكيد، يعني هذا أول شيء تعلمته من ماما. شيء ورق عنب من ضمن الأكلات؟ أكيد. معزومين أنا والجروبيات. أهلا وسهلا ولو على راسي. جميل. طيب، غير ورق عنب؟ ورق عنب، في أكلات ما هتعرفوها، يعني شيش برك. عبارة عن شو شيش برك؟ هو عبارة عن عجين. حلو. محشي باللحم، منحطه باللبن، وجنبه في رز مع عدس. طيب، يعني الطب مع الأكل أسوارف شيء حلو، يعني الإنسان يكون عنده أكيد موهب. أحلش الواحد يخلط بين الاثنين. الله يوفقك إن شاء الله. نأخذ موهبة أخرى وحاجة ثانية. آمنة، شو تحبين؟ شو هواياتك؟ جانب ثاني في حياتك غير الطب والدراسة؟ والله أنا الصراحة أحب القراءة وايد، أحب أقرأ الكتب، خاصة الكتب التراثية، الكتب اللي تتكلم عن التاريخ. أحب الكتابة بعد. آمنة، شو تحب؟ أنا الصراحة أحب أكون يعني عندي قدرة أني أكون علاقات اجتماعية سريعة، يعني أحب دوم أختلط بالناس، ما أحب أقعد بروحي، كله أحب يعني أكون مع الناس أساعدهم. حلو. وعندي موهبة ثانية طبعاً، الطبخ. الطبخ. تطبخين أكلات تراثية؟ والله هو الصراحة خمير. الله. هي. زين، تعرفين الجيمات. بالنسبة للخمير والجيمات والأكلات التراثية، عندكم مجموعة كبيرة من الجامعة ومن جنسيات مختلفة. فالجماعة معزومين عندك، تعرفينهم بالأكلات الشعبية اللي عندنا؟ لا، عادي فعليهم. مهند، زميلاتك في الكلية، كلية الطب، واحدة تطبخ، واحدة تتزلج، واحدة تكتب مقالات، مهند شو يحب؟ والله أنا اهتمامي يعني بشكل أساسي لما بأوقات الفراغ يعني هو رياضة بشكل عام. كشباب دائما رياضة يعني. لازم رياضة اللي بمارسها وأتابعها كرة سلة، واللي بس اللي أحب أتابعها أكثر هي كرة القدم، بس ما أمارس كرة القدم كثير، يعني على مستوى أقل من كرة السلة. كرة القدم يعني أي نادي، أي منتخب، أي فريقك المفضل؟ سوريا أول شيء طبعاً. أكيد بلدك. لازم، هذا شيء مفروغ منه. أوكي. عالمياً إيطاليا، يوفنتوس. جميل، فريق عريق جداً صراحة، يعني كرة قدم وطبيب. زين، إذا أنت أحياناً كنت خلاص تشتغل وطبيب، صادف إن في هذا اليوم في مباراة ليفنتوس، شو تسوي؟ سكر العيادة. الله يوفقك إن شاء الله يا مهند. من رياضة كرة قدم إلى منيب شو يحب؟ والله أنا يعني بشكل عام بحب مثلاً أتابع أخبار التكنولوجيا والسيارات، يعني بأول يعني نروح مثلاً معارض السيارات، أي شيء مثلاً له علاقة بالتكنولوجيا متابعه. ومثلاً في كان بطلع أنا وصحابي من صيد السمك، نحب صيد السمك كثير. شو من أسماك صد؟ والله نصيد، هو أنا ما أعرف أسماء، ونحن نسميهم أسماء كيفنا يعني. حسب شكل السمك نطلع، بس في مرة اصطدنا حامور، في شاري نطلع حسب منطقة. حلو. اللي منصيد فيها يعني. طيب. وهي بس في شيء يعني كمان غريب يعني إلي ما رأى فيه. معين على الشيء الغريب اللي تسويه. هو يعني اللي مستوي مثلا، يعني بحب جيب حيوانات غريبة، مثلا بحب ربي حيوانات غريبة بالبيت. حلو. مثل مثلا يعني كان من أول كان عندي، كنت مربي مثل ثعبان كبير شوي اسمه البايثون. زين، ما يخافون صغارية اللي في البيت؟ هو يخافون بس تعودوا عليه، كل يوم كل مرة نجيب لهم شيء جديد، فخلص يعني في الآخر خلاص. شيء غريب شافوه أكيد مهند منيب. منيب أي شيء غريب في البيت منيب فورا. ختامها مسك في المواهب. ميسة، شو عندك؟ أنا بعشق الموسيقى وبمارس عزف البيانو، صار لي من وأنا صغيرة يعني بتعلم عزف البيانو. جميل. وعندي هواية تانية كمان، إنه بحب أتعلم لغات كتير. كم لغات جديدة؟ أنا هلأ حالياً بتكلم 4 لغات، بتكلم العربية، الإنجليزية، الفارسية والكردية، وحالياً هلأ يعني عم بتعلم الفرنسي. حلو. بس لسه مبتدئة فيه جداً يعني. أي لغة من اللغات اللي ذكرتيهم طليقة فيه؟ طليقة أنت فيها؟ هو كله طليقة تقريباً يعني، بس يعني أريح لي الفارسي يعني. زين، شو الجملة بتقولي لنا إياها إن شاء الله؟ هحكي لكم إنه كثير انبسطت معكم اليوم، وإنه والصدق يعني؟ لا فعلا استمتعنا والله، أظن كلنا استمتعنا يعني. وإنه البرنامج فعلا ممتع يعني. خلينا نسمع. بام خيلي خوش گذاشتم روز با شما و برنامتونم خیلی جالبه. Thank you. You're welcome. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى النهاية.
بدأنا معكم اللقاء بالحب، وأيضا وصلنا معكم وختمنا اللقاء بالحب. الشكر موصول لطلبة كلية الطب في جامعة الشارقة، والشكر أيضا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. المدينة الجامعية، نبض الطالب الجامعي. مع السلامة.